المكتبة الإعلامي لمدينة دوما. الرسائل الوحشية التي يرسلها لنا بشار الأسد عن طريق طائراته الحربية غربان الأسد، الرسائل لم توقفنا عن الاستمرار بخروج المظاهرات أو قتاله بأسلحتنا البسيطة. انظروا إلى هذه البيوت البسيطة التي دمرت عن بكرة أبيها. بيوت لناس بسيطين شرد أكثر من 15 عائلة هنا في هذه المنطقة، وهنا مكان سقوط الصاروخ أدى إلى حفرة قطرها يتجاوز 5 أمتار.